نعم، سعادة الفريق، لماذا توارى القادة السياسيين ذوي الخبرة والمشهود لهم بالمواقف الوطنية عن يعني إدارة دفة المشهد السياسي وتركوا هذا الأمر للناشطين؟ يعني ليه؟ طبعا واحدة من الأخطاء الكبيرة جدا التي يعني أنا بعتقد أنه المسؤولين كل الناس مسؤولين عنها وخاصة كبار القادة السياسيين، أن هناك تنازع بينهم قبل يعني بعد قيام الثورة، هناك تنازع يعني بعضهم من يعتقد أنه لابد أن نقصي زيدا أو عمرو من قيادة المرحلة القادمة ونقدم آخرين، فرفعوا الشعارات أن نقدم الشباب وهم كانوا يعني يعتقدون أن بذلك سيخدع الآخرين وهم من وراء الكواليس يديروا الأمر. نعم. ولكن هؤلاء الشباب الذين يعني صعدوا إلى مقود القيادة تمردوا حقيقة على كل الماضي وتنكروا لكل التجارب السابقة. يعني قبل الثورة كانت هنالك يعني مشروعات كبيرة جدا، وهو أنا بس يعني بعتقد إنه البديل الديمقراطي الذي توافقت عليه القوى السياسية السودانية، والذي كان أن يكون ممكن أن يكون يعني وسيلة أو خارطة الطريق للعبور بالمرحلة الانتقالية لآفاق التحول الديمقراطي. وكذلك المسألة الثانية أن التنازع داخل مكونات الحرية والتغيير، واعتقاد الذين يتولون أمر الحرية والتغيير أنه أصحاب القرار الأول والنهائي في السودان، ثم بعد ذلك يعني الضعف الإيقاع لحكومة الفترة الانتقالية الأولى والثانية، كان الإيقاع على مستوى قيادته كان ضعيف جدا، وترك الحبل على القارب وظن بأنهم قد مكبلون بموجب الوثيقة الدستورية التي تتحدث عن الحرية التغيير أنها التي تقدم وتؤخر في الشأن، ولم يحركوا ساكنا يعني للخروج من هذا الأسر، وظلوا أسيرين لهؤلاء الناشطين ولمجموعة صغيرة جدا جدا داخل الحرية والتغيير على مستوى مجلس المركزي. وفي النهاية النتيجة المنطقية والحقيقية اللي حصل ده إنه يعني فشلت الفترة الانتقالية، وحصل التنازع وحصل الخلاف بين المكونات الثورة الحقيقية. يعني الناس يتحدثون عن مكونات الثورة، الثورة دي لما قامت نعم الشعب السوداني مختلفه ومكوناته المدنية، ولكن هنالك فصيل آخر هو المؤسسة العسكرية. نعم. التي يعني اصطفت معهم. نعم. وناصرتهم، والتي لعبت دور أساسي في نجاح الثورة. هؤلاء أرادوا أن يعني يتنكروا لها، وبعد ذلك يعني حصل هذا التنازع، ونتيجته كان انقلاب 25 اكتوبر، ثم بعد ذلك 21 نوفمبر التسوية التي تمت، ثم بعد ذلك استقالة السيد رئيس الوزراء، وهكذا وتدهورت الأوضاع إلى أن دخلنا في هذه الفتنة التي لم تبقي ولا تزر ولا ندري إلى أي مآل ستؤول. نعم. الإمام الحقاني الراحل صادق المهدي طيب الله ثراه كان عنده تحفظات كبيرة جدا على هذا النهج السياسي الذي يمارس وعلى هذه الشخصيات التي تتصدر المشهد السياسي. يعني مواقف حزب الأمة وقتها كانت معتدلة ومتزنة، الآن مواقف حزب الأمة أيضا هي في ذات الصف الذي تقدم له أنت الآن سعادة الفريق الانتقادات. يعني ما الذي حدث بالضبط داخل حزب عريق حزب الأمة القومي؟ الحبيب الراحل الإمام الصادق المهدي كما أنا يعني قلت قبل فترة لقناة الزرقاء، إنه هو أدرك من وقت مبكر جدا بتجاربه وخبراته وتعامله مع التغيرات السياسية بتجي بعد الثورات، وخاصة تجربته في أكتوبر. يعني أول تجربة ليه هو أنه حينما قامت ثورة أكتوبر وجاء برضو بعض الناشطين الذين تسلقوا إلى القيادة بفترة ولاية الرئيس الخاتم الخليفة، أراد أن ينحرفوا بمسار الثورة إلى مسارات أخرى كما نرى الآن. ولكن السيد الصادق وبعض زملاء الذين كانت لديهم الخبرة والتجربة والمعرفة استطاعوا أن يحتووا هذا الأمر، ويعني يعيدوا ترتيب الأمور بإزاحة هؤلاء الناشطين من خلال تشكيل حكومة الخاتم الخليفة الثانية. وبموجب هذا الأمر آل الأمر يعني تولى الأمر قيادات أو أشخاص أو كفاءات استطاعت أن تعبر بالفترة الانتقالية لآفاق التحول الديمقراطي بعد أكتوبر. نعم. السيد الصادق المهدي رحمه الله حينما قامت الثورة دي، لما قامت الثورة من وقت مبكر جدا أدرك وظل ينبه إلى مخاطر
النزاع بين المكون المدني والمكون العسكري، وكان يحذر تماما باننا يجب ان لا نستفز المكون العسكري، وان المكون العسكري ليس المكون العسكري كما كان في اكتوبر، هو مكون عسكري مختلف، المؤسسه العسكريه قدراتها مؤهلاتها عناصرها يعني هم مختلفين تماما مما كان قبل اقدم 6 عقود من الزمان، ولذلك ينبغي ان نتعامل معهم بهذه العقليه والفهم. ايضا كان هو يدرك او ادرك من وقت مبكر جدا ونبه بانه هؤلاء الذين يتولون الامر الناشطين السياسيين ينبغي ان يرتكزوا على تجارب الاخرين الذين سبقوهم ويستفيدوا منها، ولا ان ياتوا يعني افكار معلبه لانزال في الساحه السياسيه السودانيه. وايضا هو لتجافي لجانب هذا الامر طرح ما يعرف بالعقد الاجتماعي الجديد. نعم. وهذا العقد الاجتماعي الجديد كان يعني ترياقا لمعالجه ازمات الفتره الانتقاليه كلها، يعني من بدايتها الى نهايتها منذ ان بدات الازمه والتنازع بين المكون المدني والعسكري وتوقيع الوثيقه الدستوريه وهكذا. هو يعني العقد الاجتماعي كان يمكن ان يحتوي كل افرازات الخلاف وتبادل وجهات النظر اذا كانت هنالك اراده قائمه على الاعتراف المتبادل وقائمه على الاحترام المتبادل وعلى الرغبه في ان المكونات الثوره انها كلها تمشي مع بعض. وهذا العقد الاجتماعي لو انهم يعني التزموا به لما دخلنا في هذه المتاهات، من ضمنها هو يتحدث عن الحريه والتغيير. نعم. ويفتكر ان الحريه والتغيير بهذه الطريقه التي تدار بها يدار بها الشان الوطني وفقا للوثيقه الدستوريه يعني ستنحرف عن المسار، ولا بد للحريه والتغيير ان تعيد ترتيب امورها. فلذلك دعا لعقد المؤتمر التاسيسي للحريه والتغيير، وان الحريه والتغيير يجب ان يعني تتفكك باليات الاسس وتشكل اليه جديده تستوعب كل الذين لديهم الرغبه وكل القادرين، الا من كانت عليه جنايه وله يعني مساءله امام القضاء يعزل، ولكن ما دون ذلك هؤلاء جميعا يجب ان يكونوا شركاء، وان الوثيقه الدستوريه يمكن ان تتطور الى دستور انتقالي يمكن ان يدير الفتره الانتقاليه. اذا كان حدث ذلك لما دخلنا في هذه المتاهه؟ ولكن تعنت. نعم. القائمين على الامر حاولوا عرقله اقامه رفضوا هذه يعني. نعم. بالرغم انهم ابتداء امنوا عليها وباركوها، ولكن سرعان ما انقلبوا عليها وتامروا عليها. نعم. نتيجه لهذا الامر قياده حزب الامه ما استطاعت بكل اسف يعني انا جزء منهم ما استطاعت انها تنتزع هذا الامر، وكان ينبغي ان ننتزع يعني مقود القياده من هؤلاء الناشطين الذين يعني نعتقد بانهم غير مؤهلين، انا شخصيا بعتقد انهم غير مؤهلين، ودللت التجارب على ذلك انهم غير مؤهلين لقياده الفتره الانتقاليه، وكان يجب ان ننتزع منهم هذا الامر ويسند الامر بالاراده الشعبيه عبر المؤتمر التاسيسي عبر اي اليه اخرى تعزز التوافق الوطني، كان ينبغي ان نمشي في هذا الاتجاه. ولكن بكل اسف يعني قيادات كبيره جدا في قوى سياسيه اخرى تماهت مع هذا الامر، وقوة سياسية زي حزب الأمة وغيره يعني ظل يراهن على الزمن في أنه بالزمن يستطيع أن يحتوي هؤلاء ويقودوا، ولكنهم كانوا لديهم درجة من المكر ولديهم درجة من يعني الرغبة في إقصاء الآخرين تماما والانفراد بالأمر والهيمنة عليه، وكانت النتيجة حقتها هذا الذي نراه. فلذلك القوة السياسية الكبرى كلها هي يعني عجزت عن استرداد قيادة المرحلة الانتقالية وقيادة الشأن الوطني، لأن ابتداء ركنت لشعارات الشباب وشعارات المقاوم وقوات الثورة وهكذا يعني. نعم. دي كلها نحن نعترفها. نعم. ولكن ليست هي التي ينبغي أن تتولى الأمر. نعم. هذه التناقضات في المواقف قوى الحرية والتغيير أو هذه المجموعة التي تتحدث عنها أنت سعادة الفريق توحي وكأن هنالك جهة خفية هي التي تدير المشهد السياسي وهي التي توجه مواقف القوى السياسية خلف الكواليس. أنا 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 بعتقد ومش بعتقد وإنما يعني مقتنع تماما. نعم. بأنه يعني هؤلاء الذين يتولوا الأمر هم تولوه بإسناد خارجي وبغفلة، يعني هم جاءوا وهم مشبعين بأفكار خارجية، وأشرنا إلى هذا عدة مرات. الحديث عن مهاجمة المؤسسة العسكرية وتفكيك القوات المسلحة وإعادة بناء جيش بدعوة يعني قيام عقيدة جديدة وقيادة عقيدة عسكرية جديدة، وكذلك الاتهامات التي ظلت من فجر الثورة
للمؤسسة العسكرية على مستوى الجيش وعلى مستوى الشرطة وعلى مستوى الأمن، وكذلك المهاجمة المستمرة للقيادات الرموز الأساسية الوطنية. كل هذه أفكار دخيلة، وكان هنالك من يحرك هذه العناصر التي أصلا تم يعني استقطابها وتعبيتها وإعدادها في الخارج، وهذا أمر معلوم يعني كثير لا. جدا معروف جدا إنه كيف عدد كبير جدا من الناس عملهم دورات في الخارج وعدوهم عشان يجي يلعب الدور ده، وهم لعبوا دور في الحقيقة تخريبي لم يستفيد منه الوطن، ولم يستفيد الوطن حقيقة من الأفكار الواردة، لأن الشعب السوداني هو بتجاربه، الشعب السوداني يعني متقدم على كل الشعوب في المنطقة في مجال يعني بناء الدولة وفي إدارة الشأن الوطني وفي التوافق والتراحم وإدارة التنوع. نعم، ذكرت الآن في معرض حديثك الاستهداف الذي تم للرموز الوطنية، توجيه الآلة الإعلامية الجبارة للنيل من الفريق صديق، للنيل من الشيخ التومهجو، ومحاولة تصويرهم بأنهم هم فلول النظام البائد، دي كانت الفزاعة اللي بتتقدم وقتها، وأيضا وضع القوات المسلحة على منضدة المجتمع الدولي لتشريحها. كل هذه السيناريوهات التي شهدتها الفترة الماضية، ما الهدف منها؟ يعني هل الهدف منها أنه هذه المجموعات، هذه الشخصيات والمؤسسة العسكرية هي الكيانات التي ستقف حائط صد ضد تنفيذ المشروع الأجنبي في السودان؟ لماذا سعى هؤلاء الناس لتغيير عقيدة القوات المسلحة وتكثيرها؟ هو طبعا يعني الشعار ده ليس معنيا به يعني شخص ولا شخصين، وإنما يعني به كل الساحة السياسية السودانية. هي محاولة بذات إرباك وإرعاب، وهي مشروع بتاع إرهاب فكري. نعم. الغرض منه أنه كل من يريد أن يتحدث عن الوطن يا يتحدث بصوته أو يسكت، أو يتحدث بلغتهم هم أو بأفكارهم الذي يرفعوه يعني. نعم. أو يسكت، ولذلك أصبح يطلق الاتهامات جزافا في كل الاتجاهات. ودي تجربة ما جديدة على الـ على الـ على الـ على مرت بكم قبل كده. نعم، مرت أنا كثير جدا. نعم. وحتى أن السيد الصادق المهدي رحمه الله الذي يعني ظل لأكثر من 30 سنة هو يعني يعمل التراكم الثوري وإحداث التغيير في السودان، مواجهة النظام، ودرجة وصلت مرحلة يعني أنه توجه الاتهامات بجرائم عقوبته كان الإعدام. نعم. وكان يمكن أن ينفذ إذا كان صدر الأحكام دي كلها كويس. ظل هذا الرجل هو واحد من أهداف هؤلاء، لأنه يقول هذا صح وهذا خطأ، وكان كثيرا ما ينبههم إلى تجنب الانزلاق نحو الخلافات والارتماء في أحضان الأجنبي. نعم. ولكن بكل أسف، بكل أسف أنا بقول إنه نحن في غفلة، كلنا السودانيين ديل دخلنا في حالة أو تخدير حصل لنا يعني غفلة، وكنا مخدرين ومغيبين. يعني السودان كدولة يعني نحن بنشهد لي يعني يمكن كتار جدا هم ما عارفين، السودان ده لما يعني في الستينيات وفي السبعينيات لما تعرض الراحل ياسر عرفات لحصار في 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 بيروت، خرج الرئيس السوداني النميري وقت ذلك الله يرحمه، وذهب واخرجوا من المثل المناصر القضيه العربيه ومناصر الموقف العربي. نعم. وكذلك احنا يعني مره ثانيه في الحروب التي قامت في 67 وغيرها كان الجيش السوداني موجود، والسودانيين بكل ارادتهم انفعلوا مع هذه القضيه، وحتى احنا كنا طلاب المدارس بيجمع مننا القرش الفطور ده بيجمعه عشان نقول الله يدعم المعركه دي الثقافه اللي احنا اتربينا عليها. وظل يعني حتى بالأمس يعني أنت لاحظتي إنه الرئيس المصري كرم سوداني لأنه ساهم في نجاح يعني حرب أكتوبر، الشخص الذي السوداني الذي أعطاهم الكود باللغة حقة النوبية، وما استطاع إسرائيل أو حلفائه فكوا واستطاعوا أن يمرروا رسائل، ودي كانت يعني إنجازات. بالأمس الغريب الرئيس عمر البشير ده هو الذي فك الطوق عن سوريا. نعم. هو الذي ذهب بطائرة ومشى سوريا وفتح الباب، بعد أسبوع سافر الوزير الخارجية السعودي لسوريا، وبعد أسبوعين بدت النغمة تتجه في استيعاب سوريا وإعادتها للمركب العربي. الآن السودان يعاني هذه المعاناة ولا نرى صديقا ولا نرى
يعني كل الدول العربية تتفرج، بل أن بعضها متهمة. نعم بالتواطؤ. بعضها متهمة. نعم. بأنها وكل الاتهامات التي يعني وردت على مستوى وسائل الإعلام الدولية والإفصال الأجهزة لم نسمع من تلك الدولة، خاصة الأمارات تحديدا. نعم. يعني عشان نسمي الأشياء باسمها، دولة الأمارات العربية المتحدة ودولة الأمارات العربية للسودان عليها يد كبيرة جدا. نعم. أن إحنا كنا طلاب. إحنا أسسنا دولة الأمارات. إحنا كنا طلاب. نعم. في المرحلة المتوسطة جاء الرئيس الراحل رئيس دولة الأمارات الشيخ زايد. الشيخ زايد. نعم. زارنا في نيالة، يعني إحنا كنا في نيالة، وخرجنا بكل قضنا وقضيتنا وقياداتنا للترحيب به واستقباله، والرجل كان يعني تحدث حديث القلب إلى القلب لأهلنا في 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 السودان كله بصفة عامة. الآن نحن بعد ذلك كل الناس يعلمون ماذا هي المساهمات التي قدمت من قبل السودان لبناء هذه الدولة، دولة الأمارات العربية. فإذا به الآن إحنا الدولة الأمارات العربية هي التي تصدر لنا الإرعاب، وهي التي تصدر لنا التخريب، وهي التي تتآمر علينا بكل أسف. وأنا كنت بعتقد أن دي واحدة من الحاجات التي ينبغي أن نتحدث فيها بوضوح. نعم. لأننا إذا ما يعني تحدثنا عن هذه الأمور بوضوح سنظل نخضع بعضنا البعض، والذي يعتقد أنه أكثر الخادعين سيستمر في الذي يعني يفعله. يعني إحنا الآن بنفتكر أنه التجربة السياسية السودانية تتطلب من القيادات الوطنية السودانية أن تسمو فوق كل يعني زاد وفوق كل مرارات وفوق كل انتماءات ضيقة وننظر إلى السودان. وأنا أحيي حقيقة القوات المسلحة التي ظلت تدافع عن السودان الوطن، أن يبقى هنالك وطن اسمه. نعم، وتقاتل وحدها وسط هذا. وهي تقف الآن. نعم. صح، يعني تداعى كثير جدا من أبناء السودان لمناصرتها في ظروف استثنائية جدا ما عادية وما كان في إعداد لها. ولذلك أنا الآن بعتقد أنه السودان محتاج لأشقائه العرب أن يقفوا موقف أكثر من الذي نراه الآن. نعم. وأعتقد أنه التحية لإخوان في مصر الذين يعني حاولوا يحتموا الموقف الإفريقي بدعوة لمؤتمر دول الجوار، يعني المجتمع الإفريقي على مستوى الاتحاد الإفريقي ولا على مستوى الإيجاد، يعني أرسلوا رسائل سالبة جدا تجاه القضية الوطنية وتجاه السودان وتجاه الشعب السوداني. ولكن يعني استطاعت مصر أن تحتوي الأمر ذا بالعقد المؤتمر بتاع دول الجوار، ونتمنى أن دول الجوار تستطيع أن تمشي إلى قدام. صحيح الآن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة يجتهدوا، لكن أنا أعتقد أن القضية أكبر والمطلوب أكبر مما تعمل الدولة المملكة العربية السعودية، بقدر أن نحن أمريكا. نعم. نعتقد أنها جزء من المشروع بتاع تقسيم السودان وهي الرائع له، ولكن المملكة العربية السعودية الآن إحنا بنفتكر أن الشعب السوداني ده على مستوى قيادة من الراحل الملك سعود كانت علاقة بالشعب السوداني وبالقيادة السودانية من لدن السلطان علي دينار والسيد عبد الرحمن المهدي، وهكذا علاقة كانت علاقة قائمة على المودة والتراحم. نعم. نرجو أن نرى منهم تقدم في هذا المسار أكثر مما نراه الآن. نعم.